اختي احنا 3 بنات، اختي دي هي الوسطانيه، اختي الكبيره متجوزه في القاهره عايشه بجوزها واولادها، وانا بشتغل ومعايا بيتي وعيالي. هي اللي كانت قاعده في البيت، هي اللي كانت بتخدم ابوها واخواتها، هي اللي كانت شايله البيت، بتصرف على البيت وبتساعد معاها، تطلع وتروح. امي تعبانه عندها السكر والضغط، محدش غيرها كان بيوديها. ادي صوره اختي، ذنبها ايه تموت؟ ايه اللي موتها؟ شوفوا صورتها، عايزه كل الناس تشوف صورتها. شوف يا زيزي، شوف صوره اختي، مش هعتبرها بنتك، هاتلي بقى حقها. ماتت ليه؟ ماتت غدر، ماتت بطعنه واحده، موتها بطعنه واحده، ليه يعمل فيها كده؟ شايفه مين المسؤول يا ماما؟ الامن، الامن هو اللي جاب حق اختي، هو المسؤول. الاخوان كتروا في البلد، ده كذا مره كذا مظاهره، قريب العمده ده، قريب اللي في السجن محمد العمده، خاله ولا عمه ما اعرفش قالوا ايه. هو في البدايه جانا تليفون حوالي الساعه 6:30 المغرب، فقالوا ان بنتكم متعوره وكده في المستشفى، فطلعنا على المستشفى لقينا الشهيده ان هي توفت، وقالوا ان هي مقتوله بسكينه في الحته دي بالظبط كده، ان هم في خلال ساعتين كانوا جابوا الجاني عليها ومتهم. وبعد كده بنسأل عليه، لقينا ان هو منتمي لعيلة اخوانية، هو ابن عم ابوه اللي هو محمد العمدة اللي كان عضو مجلس الشعب سابقا، وليه كذا واحد في عيلته في السجن بتهم مختلفة يعني في السياسة وكده. وبعد كده بنسأل عليه، الطلب يقولوا هم ان هو مختل او في مرض عقلي، عنده. فبنسأل عليه، لقينا ان هو دكتور صيدلي وشغال مندوب ادوية لشركة كبيرة، وطبعا الشركة الكبيرة دي ما بتاخدش اي حد، بتاخد الناس اللي هي بيتم عليها فحوصات كبيرة وبتكون مؤهلة ان هي تبقى في الموقع ده يعني. واحنا يعني عايزين نشوف ايه يعني ان هو الجنان ده ما بيطلعش الا على المسيحيين بس او صيدلات المسيحيين نفس الوقت. وبنناشد برضو القضاء العادل بتاع مصر ان هو يعجل في المحاكمه بتاعته ويشوفوا الموضوع ايه، لان احنا مش كل ما تحصل جريمه يقولوا في حاجه في دماغه.